73. في التوقيت هذايا انتم اللي تسمعوا فينا 88 495 9 88 9، مرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الوقايه هذايا. بعد ايامات حافظنا على الصفر من الاصابات بفيروس الكورونا، فرحه كبيره برشا الحقيقه عند الناس في تونس في مختلف الولايات. اليوم نتفاجئوا بعدد اصابات جديده، 6 اصابات اليوم جديده بفيروس الكورونا، منهم تقريبا عدد الاصابات رقم 2 يظهر لي في ولايه المهديه تحديدا جهه بومر. باش نتمنوا على صحة المصابين، ناخذوا العدد الحقيقي للمصابين في المهدية تتسويت مع السيد عبد الفتاح شخشوق ولي المهدية. صباح الخير ومرحبا سي عبد الفتاح. مرحبا بختي مدام يلدز ومرحبا بالمستمعين كل نجمة فيها. يعيشك، مرحبا بيك. دونك كما قلنا مدة طويلة تعديت على عدد إصابات صفر سجلناه في تونس في مختلف الولايات، بشوية بشوية وليو نلقاو في إصابات جديدة قاعدة تظهر المدة الأخرانية. بدينا بإصابة بعد 2 وصلنا لـ5، اليوم نحكيو على 6 إصابات جديدة تقريبا يظهر لي 2 منهم موجودين في بومرداس. وي فعلا اختي يونس، ثم كما قلت احنا فرحنا برشا بالصفر اصابات معناتها 5 ايام، لكن ماخذين روحنا بالنص شويه لمحاله. هلا غالب جا عدد كبير شويه من الاصابات، الحاجه اللي تفرح بها لمحاله في البلاغ نتاع السيد وزاره الصحه انه منهم 5 اصابات وافده على تونس، معناها هذو موجودين في الحجر الصحي الذاتي. الحال منها في الماديه كيف كيف، احنا في الماديه سجلنا امس 2 اصابات، ثم حاله في الحفيه نزل من النزول المخصر للخيان المقيمين في الحجر الصحي الإجباري. دونك معروفة جات من منطقة السعودية، من جهة السعودية بطبيعة الحال. هذايا سجلناها في الأوتيل وحالة محصورة ومعروفة بطبيعة الحال. الحالة الثانية اللي معروفة سي عبد الفتاح، سامحني تنجم تتأكد لي ولا تنفي لي المعلومة، هذايا السيد اللي كان متقلق بفمه ومشى للمستشفى ما لا لا مش هو مش هو لا لا, لا, لا مش هو شخص عادي كا، وحنا ما حتى البوليتيك نتاع وزاره الصحه اللي هي على الاقل هذه مش تمنعنا شويه زاد امر كثير برشا انه اللي يعمل في الكونفينمون اوبليغاتوار كل مش يعملوا له زاناليز، معناها ما يخرجوا من الاوتيل الا ياخذوا زاناليز بوندون لي سيتيام و ديزيام جور، معناها بين 7 ايام و10 ايام ياخذوا لهم زاناليز الكل، معناها ياخذوا لهم كل زاناليز سون اكسبسيون. هذاك اللي يخلي حتى كعباد يبداوا معناها مرضى ولا مش باين عليهم ولا معناها حاملين فيروس ومش باين عليهم نجموا فيقوا بهم. هذا محصول مع السيد اللي عندنا في الماديه خاطر هو بالذات ما يحمل حتى اعراض، معناها وكان ينجم يكمل المده نتاعو الكونفينمون 14 جور نتاعو ويخرج وما فيقوش به، معناها لولا انه الحكايه هذه اللي هي فيها تكلفه على الدوله بطبيعه الحال، لكن جت بسلاح برشا برشا ومش كل شيء في الماديه، جت بسلاح حتى في بلايص اخرى. تراو انتم معناها 5 اصابات البارح معناها اعلنت عليهم وزاره الصحه اصابات مستورده وفقنا بهم معناها فقد بهم عن طريق الطريقه هذه. الإصابة الثانية عندنا في بومرداس، رجعنا بومرداس مرة أخرى، احنا أول إصابة كانت في المادية في بومرداس، رجعنا الإصابة أمس في بومرداس. ثم الشيخ معناها راجل كبير الله يرحمه، هو إنسان متقاعد رتاتي ربي يرحمه ربي يصبر عائلته إن شاء الله بحول الله. مش لأنه الإصابة هذه مش معروفة لحد الآن، هي في منطقة بوهلال علي من جهة بومرداس. الإصابة منين الله أعلم، المعلومات اللي عندي تقول انه في معناها جنازه الشيخ هذا توفى تو تقريبا نهارين، عملوا له جنازه، العباد حضرت، العباد جات تلمت، كانت فما بعض الجماعات. مش جنازه وعملوا له حسب ما نعرف، وين اللي عندي على قلبي انا ان شاء الله ما ثم حوايج فاتتني الله اعلم، لكن اللي متاكد منه بخنسيب ما صارتوش جنازه، صار له بريليفمون. والمجنازه هذيك تعالج في داره ني بلوس ني مو، معناها فهمتني كيفاش، هو راجل هذا مرض هزوا للسبيطار توفى. هذا سيد وكيل الجمهوريه بالتشريح لمعرفه سبب الوفاه، وبطبيعه الحال مختلف مع كل تشريح تاع وزاره الصحه تعمل في الاناليز نتاع الكوفيد، معناها ما كانتش عليها اعراض نتاع كوفيد زاد جمله زاد تفصيلا السيد هذا. دونك معناها بال جيت مع موتو انه تو موجود، مازال موجود عند المصالح الصحيه السيده هذايا، ما فاتوش الجنازه نتاعو تعزى في داره. لكن اللي يخوف انه هو سائق، كما قلت انت صحيح جثته مازالت برا، لكن اللي يخوف هو اللي معناها اللي كونتاكت اللي صار مع داره مع صغاره والعباد اللي جات على الزاد مختلف في العادات نتاعنا نحن في الوفاه وكذا. ما فماش اجراءات اتخذتها الدوله لهنا في حق العائله، تحاليل العائله الكل، تحاليل للناس اللي كانت موجوده في الدار؟
بطبيعة الحال احنا اليوم احنا مش كل شيء هما برك هما وحتى اللوتيز هذا كيف كيف عنا جوج كيف نتاع السمير الخيام مشكورين والدعم نتاع ليفمون الخيام في الصحة يشتغلوا على المحيطين القراب للسيد الراجل هذا الكبير بطبيعة الحال ومش نوسعوا الحلقة الماكسيموم معناها أكثر ما يمكن نتاع بيت تعدم كونتاكت باش لا قدر الله كان ثم معناها تعداء شخص مجاور ليه ولا خالته نجم نفيقوا بيها كيف 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 حتى في النزل راهو حتى في النزل باش نزيدوا نوصلوا اكثر للخدمه نتاع النزل والناس اللي معناها تعمل في السيرفيس وكذا باش لا قدر الله كان خداسات معناها عدوى ولا كذا نجموا ان يفيقوا بها فهمتني يخدموا عليه الخيام في الصحه ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله ما يكونش معناها خاطر هو حاس ما يحكي وحتى من تقاليد السيد هذايا راجل حد وحد روحه في ديرته معناها راجل كبير متقاعد عنده شكل كونتاكت كبير ان شاء الله ما يكونش معناها نقلل العدوى ان شاء الله احنا هذا اللي نتمناوه ان شاء الله تيقف عن زوز اصابات فقط ويقوموا لاباس زاده هذا اللي نتمناوه من ربي شكرا لك سيد الويلي شكرا لك سي عبد الفتاح تحية ليك يعيشك نهارك زين تحية ليك وتحية لأهلي المهدية الكل إن شاء الله ربي يسترنا ردوا بالكم على رويحكم مازلنا ما خرجناش من الكورونا ومازلنا ما خرجناش من الخطر متاع الكورونا كما قاعدين تشوفوا الإصابات اليوم قاعدة ترجع بشوية بشوية إن شاء الله توقف الحد هوني ما نزيدوش نسمع عدد إصابات جديدة نتفاجئوا بها المدة الجاية زوم 73 حتىش الماضي ساعة قعدوا معنا مازلنا مكملين معكم المشوار تليفون على 73 278 700 73 بجهم علي الباك كورونا